مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الناس اللي اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء يعتقدوا إنهم بيرزقوهم وبيدوهم الجنة وبيدوهم الولد وبينزلوا لهم المطر وبينفعوهم وبيضروهم وبيعلمهم اليوم الغيب. ربنا قال اللي اعتقدوا في الأولياء كده ديل مثلهم زي شنو؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والعنكبوت من أضعف المخلوقات، بدليل إنك لو شلتها كده من السقف وعفصتها بصباع واحد أو صباعين بتتفتت وتتهرس، وده فيه دليل على إنه الزول اللي بيرجو غير الله وبيتمسك بالشيوخ والأولياء ده ضعيف كضعف العنكبوت. عشان كده ربنا هناك قال يا أيها الناس، سورة الحج، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ربنا قال ضعف الطالب اللي بيطلب غير الله وبيطلب من الأولياء ويخلي الله ويعبد الأولياء ويخلي عبادة الله، ربنا قال ده ضعيف ضعف الطالب. والمطلوب اللي بيطلب ده الوالد ذاته ضعيف. وهنا ربنا قال اللي بيطلب غير الله ويتخذ من دون الله أولياء قال مثله ذاته كمثل العنكبوت. أهل العنكبوت عمل شنو؟ اتخذت بيتا. ونستفيد يا معنا فائدة تطمنك برضو أنت كداعية، إذا نظرت لك أو ناقشت لك صوفي يعتقد في الأولياء إنهم ينفعوا أو يضروا ما تخاف منه، لأنه ده ذات مثله كمثل العنكبوت ضعيف. زي ما أنت ممكن تمسك العنكبوت تفتته، ممكن تمسك الصوفي بآية واحدة بس تفرتك حتة حتة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.